بابا. انت بتعرفيني يا بنتي، اللي بده يخوني وهو على ارضي اذا كان حيوان ولا بني ادم رح ينال عقابه وما رح ارحمه ابدا. ماشي طيب، خلي الفرس تضل بهديك المزرعه وما تجي لهون، بس لو سمحت لا تخلي حدا ياذيها، والا ما بقى احكي معك. المعنى بابا، بس نفذ هالطلب كرمالي. انا رايح حتى اكل برا. بس الاكل جاهز عمي، خليتهم يحضروا لك كل شيء بتحبه. عن جد برافو. ليش زعل؟ والله احيانا ما بفهم عليه. اكيد كالعاده رح يروح يتغدى عند عشيقته. كرهان، مو ناقص غير تزوريني مثل ابوكي وتبهدليني، كلياتكم هيك. حاجه حكي فاضي. بكفي خلاص حبيبتي، اهدي. الو نعم، انا جاي. في عندك اي مشكله؟ اهلا وسهلا فيك. لك عملني قد الصرصور، بيعصب على بولانت وبيعيط علي، بيعصب على سوهان وبيعيط علي. لك حتى صالح عنده هيبة أكتر مني بهالبيت. كل هذا بعد فترة رح يتغير. شو ليه رح يتغير؟ ها؟ ما رح يتغير شي أبدا. أنا ما بقول شي مو مزبوط. جاهدة، يعني أنت حامل؟ ما رح أقول إيه لحتى أتأكد. جاهدة أنت حامل حبيبتي؟ على مالك، اهدى شوي، اقعد اسمع. إن شاء الله، بس لحد هلأ مو متأكدة، فلو سمحت إذا بتريد لا تجيب سيرة قدام حدا ولا تحكي أي حرف، ماشي؟ لما نتأكد منحكي. خلينا نروح لعند الدكتور. لا منروح لعنده. بترجاك طول بالك شوي، لو سمحت اسكت واسمعني. ليك رح روح لعند الدكتور، رح أفحص حالي بدون ما حدا يعرف، وبعدين مننشر الخبر بالعيلة. جاهدة رح تاخد الحصة الكبيرة من الوردة. روحي، رح يجينا ولد. بحبك موت. الحفيد المنتظر، ورح ناخد كل ثروة أبوك. إنه هالشاب شغيل وقبضاي. ايه وقلبه قوي كمان. من وين هو؟ والله ما عرف. خلاص اتركي الحلو هلا، يلا خدي الفطاير. لحظة، أنا بقدر ساعدكم بشي؟ لا يسلموا إيديكي، لأنه الفطاير صار جاهز. لا تستعجلي، أخي ومرته ما نزلوا من غرفتهم لسه. بحبها كتير. بعرف. شيرين. والله آسف. لا ولا يهمك، لا تكبري الموضوع. شو أعمل؟ ولا شي، ضلي بهدليني على طول، تعبت من هالحالة ما عاد فيني أتحمل. شيرين خدي قرارك، إذا أنا رفيقتك ولا خدامتك بهالبيت. خلاص طبعاً أنت رفيقتي، بشغلات رفيقتك وبشغلات خدامتك، ورفيقتي المقربة كمان، وأختي وحبيبتي، حبيبة قلبي. انتي كمان حبيبتي واختي الهبلة. بس انتي استفزيتيني. ايه بعرف وبعتذر.
ما في أطول من لسانك. أخذ نازلي على بيته مو؟ طلع مو بس بطل وحنون كمان. بدي أفهم إمتى بدها تكبر؟ مستحيل، لازم تزوجيها بأول فرصة، وقتها يمكن تكبر شوي. لا تتأملي بنوب. ريحة الفطاير بتجنني. شيرين حطيها دغري، وخلينا نرحب بتحسين كورلوداك بيك وهو مو موجود معنا. كأنك مبسوط؟ ليش مو انتي قلتيلي ما ازعل ابدا وانا سمعت النصيحة؟ حبيبتي سلامتك، كأنه ايدك مزرقة من حادثة مبارح. ظاهر انه مسكك من ايدك وسحبك بقوة. ليك كيف علموا اصابعه عليكي، منيح انه السيارة يلي كانت معه مكشوفة. الحمد لله على السلامة. صحتين وهنا يا جماعة. لا تواخذنا أستاذ، رح يجوا العمال على الشغل بكرة ورح يبلشوا فورا. تماما. ايه تفضلي. شكرا. لا ما نسيت وأكيد ما رح انسى، أكيد رح يجي على الافتتاح. ما خلصت لي شغلي بس رح يجي بأي وقت بدك يا، لأنه أنت ايه جبت برواز لعقد البيع. ايه رح ألو على الحيط. ماشي بشوفك بكرة. مو أنت اللي اشتريت الأرض تبع تحسين بيك؟ مبلا، شلون عرفتي؟ بصراحة كل الناس هون بتعرف بعضها، ومن تليفونك هلأ وضحت لي القصة. أيوة، إيه. ألف مبروك. شكراً لك وتسلمي. اسمي جسور. وأنا نجلاء، أنا بشتغل بصيدلية الست عادلة، فيك تزورنا بس مو زيارة مرض. إيه طبعاً إن شاء الله. نجلاء تشرفت بمعرفتك. شكراً لك. وأنا تشرفت. فاتورة ولا بطاقة؟ فاتورة لو سمحتي. كورلوداغ موجود بكل مكان. تحسين بيك المالك. تحسين كورلوداغ مالك كل شيء. ما بعرف شو بدي أقول للزلمي بعد يلي صار اليوم. قال له خليه يجي ولا نأجل هلأ. مو قال نعمله اللي بدكن يا؟ هالحكي بيعني إنه ما في عنده مشكلة. أنا كنت معك وسمعت كلامه بس مو هيك كان قصده. قلت لك ما في داعي سوهان كورلوداغ. سوهان؟ حاكي أبوكي مرة تانية بكرة وأنا بحكي مع الزباين بعدين. أي زباين؟ أوهو شو كنتي صافنة سوهان؟ بعتذر شردت شوي. جماعة النمسا؟ حياتي شكلك تعبانة. خلص يا جماعة خلونا نأجل الشغل. سوهان حاكي بابا بكرة مشان ما نخلي الجماعة ناطرين ونعطيهم جواب. طيب بكرة بحاكي. المسكينة اليوم كانت رح تموت، أكيد بتكون تعبانة. سلامتك. معروف هالزلمي معنا مو قليل بنوب. لو سمحت سكروا على هالموضوع. بولانت لو كنت محله بتعمل هيك؟ بتسوق السيارة على الوادي؟ أكيد أنا ما بدي إياها تعيش هالموقف مرة تانية، بس أكيد ما رح أتردد ولا لحظة واحدة. وإنت كنت بتعمل هيك مشاني صح؟ أكيد حبيبتي. شو كذاب؟ ايه ايدك ما فيك تطالعها من الشباك وانت عم تسوق. رح تقدر تمسك الدركسيون وبعدها توقف وتنط على الفرس من السيارة لتمسكني؟ جاهدة؟ شو عرفك باللي صار؟ ايه حبيبتي انتي هيك حكيتي لنا، ما قلتي انه الزلمة ساق سيارته على الوادي ونط من سيارته لفوق الفرس، فتخيلت القصة هيك لحالي. هذا اللي صار فعلا مزبوط هيك؟ حبيبتي يلا قومي عنه ارتاح منيح هلأ منشان أخذك بكرة الصبح على المشفى. مو محرزة ما في لزوم، أنا رح روح لحالي على المشفى لما خلص شغلي. أي ساعة رايحة؟ ما بعرف بس بعد الشغل. ماما صايرة عم تمل لحالة وصار لي زمان كتير ما زرتها. يلا بدي استأذن منكن هلأ. رح تروح؟ أحسن. سلم لي عليها كتير. بيوصل. تصبحوا على خير. منيح اللي قام وراح بقى.
إلا لأمك سهام بتسلم عليك وبوس لي إياها. تنبسط إذا بتجي أنت وبتبوسيها. إيه طيب، أنا رح إجي بكرة. تلاقي خير. ليش ما أجيت على الغداء؟ لأنه ما بدي حدا يشوفني. من خوفك ما هيك؟ خفتي قلعك تحسين بيك اليوم صح؟ شيرين، أنا متضايق هلا. هيك لكان؟ إيه؟ جبت لك أكلة بتحبها كتير. سهان، نحن طالعين ننام. إيه طيب، يلا تصبح على خير، أنا رح أتمشى شوي وأرجع. ماشي. حدا هون؟ نازلي، نازلي، روحي حبيبتي، اشتقت لك يا حبيبتي. أنا ما زعلت منك، مو مزعوجة منك، لا تخافي. انتي مجروحة؟ تحسين بك. يلا قوم روح نام ببيتك. تركيني لا تنزعيلي نومتي. بس كل عيلتك بتعرف انك موجود هون، اكيد رح يقولوا انه نحن كنا مسافرين سوا وما حلو يشتاق له. عادي يقولوا اللي بدهن اياه. شو يعني؟ لو سمحت ما بدي حدا يزعجني بحكيه. انا رح قص لسان كل حدا بيحكي عليكي، وحياتك ما حدا بيسترجي يفتح تمه.
لو سمحت أنا ما بدي إحراجات أبدا. بدي تتأكدي إنك مو لحالك. أنا مهووس بريحتك الحلوة، مهووس بكل شي فيكي، مهووس بهدول الخدود وبهذا الشعر وبهذا الجسم. طيب ماشي، لكن أنا بدي أترجاك، عانيت كتير لحتى صارت سوهان تسلم علي، وما بدي هلأ تاخد موقف مني. مو مشكلة، مثل ما بدك يا قوية. في حدا هون؟ حدا يرد علي. بناسبك أنا؟ عم بتفتشي البيت؟ عرفت من أخي إنه نازلي عندك. صحيح؟ اليوم تعرفت على خطيبك. يعني شفته. نازلي مجروحة. والله هيك، يمكن وجعتها شوي وانا عم بحاول هديها اليوم الصبح. شو يعني انت اللي جرحتها؟ وطي صوتك. بعد اهدي، لا تعملي هيك. اسمعي، من هلأ ورايح رح نصير نلتقي كتير، على القليلة فيك تكوني ألطف من هيك، مزبوط؟ أنا مستحيل أذي حدا، وبحب ذكرك إنه أنا اللي أنقذت حياتك اليوم الصباح. لوين؟ عالبيت. بس فهميني، هاي العصبية وراثة عندكم بعيلة كورلو داغ، ولا لأنك حبيتيني من أول نظرة؟ نزلي إيدك وهدي. بعد والله مو حلوة بحقي. اسمعي، أنا بفضل نتفق بالحكي أكتر من الضرب. ممكن نتخانق بس نمد إيدينا. ما حذرتي. خلص بعد عني وبعد عن عيلتي. وبتقدري تتحملي غيابي؟ متكبر وإنسان مغرور، وأنا بكره كل يلي شايفين حالهم. بس الكره شعور عميق كتير، ونحن اليوم التقينا أول مرة. أنا بكل حياتي ما شفت ولا زلمة مثلك. مظبوط هالوصف، أكيد بكل حياتك ما شفتي زلمة حقيقي مثلي. شو مغرور؟ أوب 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 أوب. أنت منيحة؟ صار لك شي؟ لا تلمسني، بعد عني. رح رجع لك نازلي بعد سنة، لا تخافي. بانوي. أنت رح تبعد عني لأنك لساتك ما بتعرف أبي لهلأ. نلتقى.
جاهدة؟ أنت شو عم تعملي هون؟ تعال شوف. طلع أبوك ما راح على سويسرا مشان يتعالج مثل ما قال، ولا عم يعمل سياحة، راح مشان يلم مصاري. شوف طلع، أبوك عنده ثروة هائلة أكبر من اللي كنا متوقعينه. طفي بسرعة، هاي سوهان. بابا جاي وراها. اجت حسين بك. هذا الغبي شو عم يعمل؟ ليش ما قلعته لهلا؟ ما قلت لك ما بدي اشوفه هون؟ معلم بحلف لك انه ما الي علاقة. راس انت المسؤول، لو كان صاير شي لبنتي كنت قتلتك وخلصت عليك. طب اغراضك وانقلع من خلقتي. تحسين بك لا تعمل هيك، كمال ما له علاقة. خلاصي شيرين، تحسين بك بترجاك لا تقلعه، نحن رح نتزوج عن قريب. لكان انقلعي معه. كيف؟ ما بدي اشوفه مرة تانية بمزرعتي. كمال خلص انسي، توقعت هالشي. بابا بترجاك اعمل شي كرمالي. ما في حدا ابدا قدر يكسر له كلمته لتحسين كارلو داك، ما فينا نساوي شيء. سوهان بتقدر تقنعه. شيرين تعي. لا لا تطلبي منها هيك شيء ابدا. مو مشكله، انا رايح ضب اغراضي وماشي. كمال كمال تفضل. فاضية يا بنتي؟ أكيد بابا. حبيبتي كيف رجليك؟ منيحة أحسن. أكيد ما في مشكلة مو هيك؟ لا أبدا. رحت شوف نازلي، ما تزعل مني، طلعت مجروحة وهو خلاها عنده عم يدير باله عليها، قصدي جسور. منيح، معناها صار لازم شوفه لجسور بيك. تصبح على خير أبي. وانت بخير.
خير؟ شو عم تعمل هون؟ تحسين بيك قلعني، ما تواخذني، ما لقيت مكان روح عليه. بدي اسألك، بين معك شو قصة الفرس؟ كان في حدا بده يقتل سوهان. ما تكون انت؟ اكيد لا. شلون بين معك؟ بابا سامحه، هي ما انا غلطته. لا تفتحي لي هالقصة مرة تانية، لسه سامح هذا وهداك. شو لعبة القصة؟ طيب شو دخل هي بهي؟ خلصنا. لو سمحت بابا بترجع. قلتلك خلصنا، لا تحاولي لأني ما رح وافق. انتهينا. خلص لا تبكي إلا ما نلاقي حل. ما بعرف وينه هلأ سوهان، موبايله مطفي من وقت ما راح. كورهان كورهان يلا فيق فيق. ليك أبوك رح يبهدلك إذا رجعت نمت مرة ثانية. يلا قوم. لوين؟ على الدكتور؟ خلصنا حبيبي، قلتلك لسه بكير، لازم روح على السوق لأنه اليوم عنا افتتاح. من الصبح؟ ايه طبعا، على الكوافير وبعدها بدي قيس الفستان. شوفك ببيت نيشان اليوم، ماشي؟ لا تتأخر. طيب يلا صحصح خلصني. ايه فهمت. كورهان يلا قوم أحسن ما يعصب أبوك. خلاص قايم. هالزلمة ما عاد خجل أبدا، كل ولاده صاروا بيعرفوا أنه عنده عشيقة. شو المشكلة؟ ابني من وقت كانت مرته عايشة نفس الشي، هو كان يترك تخت مرته ويروح على تخت عشيقته. هاد ما رح يتغير أبدا. ماما لو سمحتي، ما بدي اياك تهزي بدنك من شانه. خليهم يعملوا اللي بدهم اياه، شو دخلني فيهم؟ هذا قصدي، ما دخلنا فيهم. قرب عيد ميلاد تحسين. ايه بنته سوهان ذكرتني بالموضوع امبارح. اوف، كل سنة نفس المعاناة بعيد ميلاد تحسين كورلو داغ. واذا ما احضرت رح يفكر اني غيرانة منه مثل العادة. عمره 1000 سنة ولساته لهلأ عم يحتفل، والكل بيسايروا على انه شب باول عمره. ايه شو هالنفاق هاد؟ حبيبتي عندي هدية كبيرة ومميزة لتحسين بيك بهذا اليوم. ما في داعي تاخد شي. بصراحة الهدية مو لإله، هي لإلي أنا. أمي بدي أطلب إيد سوهان للزواج. ابني أنت أخذت رأيي من قبل وقلت لك وقتها. بالنسبة إلي علاقتي فيها شي وبأبوها شي تاني، بس مع هيك هالزواج ما رح يصير قبل ما يجي هالزلمة ويترجاني اقبل بنته. أمي مليت من هالحرب يلي بيناتكم. بس مو أنا اللي بلشت، فهمها هو أنا... عم يلعب فيك لحتى يزعجني، مو ملاحظ هالشي؟ أمي أنت صرت عبد لهي العيلة. لو سمحتي. ليك ابني، أنا بفضل تأجلوا الزواج لوقت تاني. شايف أنك عم تتصرفي مثل البنت يلي انتركت بيوم عرسها. يا عيب شو مالك؟ ما في ولا مشكلة بهالطلبات صح؟ لا أبدا، كل شي وصل بالموعد المحدد حسب الاتفاق. منيح. شو لسه ما وصلت العينات من إيطاليا؟ هني قالوا لي إنه رح توصل اليوم. الغوة إذا ما وصلت. بأمرك. صباح الخير. صباح النور. أهلين يا خان. صباح صباح النور. صباحكم جميعا. صباح النور. سوهان خانم أكيد صابوكي بالعين.
الحمد لله على سلامتك. شكرا لك حبيبتي. تسلمي لي. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. الله يعافيك يا خالي. رح اتصل فيك. ماشي يا خالي. الو، ايه شيرين؟ سوهان، ما رح تصدقي شو صار؟ كمال اتصل. انا مو قلت لك انه رح يتصل؟ ايه، وملاقي شغل كمان. وين؟ بالمزرعه تبع جسور على مدار اغلو. ما في حدا بالمزرعه بده يأذي سوهان خانه، اكيد حدا غريب او شي حدا بده ينتقم من تحسين كورلوداك. مثل مين؟ هو إله كتير أعداء، بس ما حدا بيسترجي يحكي معه شي. لا تخليني أحكي أكتر. حلو كتير، حلو كتير. اللي شايفه قاطعين المي هون مشان بقية الأراضي ما توصلها مية المطر. لك شو هالأذى؟ أول مرة بيجي لهون. عادي. لمين هديك الأرض؟ لعائلة أيدن باش. يعني صهرون اللي عم يسرق المي. هلأ إذا قصدك بولانت فهو ما عنده فكرة عن هالموضوع. أكيد أمه السبب، لأنه هي ما بتحب تحسين بيك. يعني هن النسايب وعداء؟ مو مثل ما نفكر. سوهان مو مخطوبة لبولانت؟ ما في شي رسمي بيناتهم على قليلة حسب اللي بعرفه. منيح، خلينا نلاقي كم زلمة ونحل هالموضوع. لك خلاص، انت لا تاكل هم، انا بحلها. انتبه ولا يهمك. هيك لكان، يعني انت عم ترفض ما هيك؟ انا ما فيني اعمل هيك. ما فيك؟ لك انت اذا بدك فيك ترسم حدود هاي الارض من اول وجديد. مستحيل يا بيك، يعني ما في ولا ثغره قانونيه. السيد كورهان باع الارض وعرفان شو الموضوع، والمحاميه دققت بكل الوثائق، دققت كلمة كلمة وحرف حرف. ما في مجال، ما فينا نعمل شي بنوب. دائما بيكون في عنا شي منقدر نعمله يا راغب، ما تخلينا ننكش الدفاتر القديمة. أنا كنت عطول نفس كل طلباتك، بس أكيد لما يكون في مجال. هالحياة بتدور وبينكشف المستور، وقت الشدة الحساب بالدور. وأنا ما قصرت بنوب. راغب بيك، تفضل معي. حمير، غبت 10 أيام عم خربوا لي الدنيا. يعني يا ريت هالموضوع ينحل بالتفاهم يا بيك. يلا الله معك راغب بيك. ولك أنا ما حدا بيقول لي شو لازم أعمل ولا. دق لي للزلمة. حاضر، فورا. يا خانم أنا صرت هون. مرحبا، وين المدام؟ راحت على الأرض لأنه في مشكلة بالمي. خبرية أني مرقت. بأمرك. وقف، طول بالك. يلا ديروا بالكم، خلصنا هنيك. على مهلك. خلينا نجيب شي نرفعه بلا ما تنأذوا. ما في لزوم، منقدر نشيلها. امسك حطها هنا. يعطيكم العافيه. اهلين. فتلت بالارض كتير ودورت عليك كمان. اذا ما عندك شي تعال مد ايدك. صالح، انت بتعرف مين اللي سد مجرى المي هون؟ لا ما بعرف.
يلا يلا سوا. يا سلام عليك. وهلا رجعت المي ورجع الكل مبسوط، مو هيك يا صالح؟ روح قول لتحسين كورلوداغ انه في حدا خرب له ارضه. اذا هي كانت ارضه كيف ما بيعرف بهالقصة؟ غريبة. انت روح قول له، اصلا هو بده يحكي معك. منشوف. روح هلأ، هو عم يستناك. ليك فيك تروح هلأ وتبلغ تحياتي لتحسين بيك، قل له انه جسور عم بيحاول يرجع الحياة لأرضه ومشغول هلأ، بس اذا بيحب هو يجي لعندي، يجي على مزرعة على مدار اغلو وبرحب فيه.